وللتعليق على هذه الزيارة ينضم إلينا هاتفيا السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. معالي السفير، نرحب بك عبر شاشة التلفزيون المصري، وإذا أردنا أن نضع عنوانا لهذه الزيارة التاريخية ماذا نقول؟ نقول أنها زيارة هامة جدا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية، وعمان من الدول المهمة جدا في العالم العربي، حيث تتخذ مواقف مهمة بالنسبة للمشاكل التي يموج بها العالم العربي. نعم. نعم. هناك بعض الدلالات والرسائل من هذه الزيارة، وأيضا بعض الملفات والموضوعات المشتركة التي سيتم مناقشتها. إذا تحدثنا عن الشق الأول مثلا من هذه الزيارة المرتبط بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري بين الدولتين، والذي يعني يضرب في عمق التاريخ ويمتد لآلاف السنين. نعم، لأن عمان من الدول القديمة تاريخيا، يعني نعم، مهمة جدا أنها بتقوم بدور مهم قوي في العلاقات العربية، ودور مصالحة هادئة متميزة يعني. نعم. نعم. كيف يمكن لهذه الزيارة أن تستغل هذه الصفات الموجودة في سلطنة عمان من حيث ثقلها السياسي وأقدامها الثابتة في التدخل في العديد من مشكلات المنطقة؟ ومصر أيضا لها ثقل تاريخي معروف في التعامل مع القضايا الإقليمية المشتركة، كيف يمكن الربط ما بين الطريقتين أو ما بين الدولتين في هذه الأمور؟ الحقيقة الآن يوجد اتجاه المصالحة بين السعودية وإيران ومصر وإيران. سيكون في تقديري أن زيارة الرئيس هيثم، سلطان هيثم، زيارة هامة في هذا المجال. نعم. نعم. الزيارة ستمتد إلى يومين، وهناك ربما تكون هناك بعض الاجتماعات والفعاليات المشتركة ما بين وفدي البلدين. إذا تحدثنا عن الشق التجاري ونمو العلاقات التجارية بين البلدين، أتصور أن هناك فرصة عظيمة للمستثمرين العمانيين في هذا الاتجاه، لأن الآن أتصور أن السلطان هيثم سيزور عدد من المشروعات الهامة التي سيراها، وبالتالي سيكون هناك طلب على شركات المقاولات المصرية التي قامت بهذا العمل العظيم. نعم. سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.